كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. سلام، أهلا بكم. إذن وبدون مفاجآت يحتل برلمان المناوشات طليعة العناوين والمنشطات. La presse تحكي على séance plénière consacrée à l'examen des projets de budget de l'État et de loi de finances 2020. Contre vent et marée, الجلسة العامة المخصصة لدراسة ميزانية الدولة وقانون المالية 2020 رغم الداء والأعداء. والصباح الأسبوعي غزرت لها من شيرة أخرى تحت قبة البرلمان مهازل وشطحات. وأخيرا الشروق تتسائل احتقان افتكاك مقعد الرئيس ورفع شعار رابعة، هل خرج البرلمان عن السيطرة؟ سيطرة شكون يا تحفون؟ البرلمان هو الحاجة الوحيدة اللي يلزمها ما تكون تحت سيطرة حتى شيء بخلاف القانون بالطبيعة وبعض القواعد الأخلاقية والحضارية الأساسية لضمان دنيا للعيش المشترك. أما ما قلنا عدم أنك العام الأخلاق ذي مع الناس، والسلوك الحضاري ما هوش من عاداتنا وتقاليدنا، ما تفهمنا فيها هذه. عندك الانسجام والتناسق زادة ما همش في سبرنا. شبيك رانا شعب السكرجية والبزناسة اللي يتغشوا ياسر كيشوفوا طفلة لابسة القصير قال شنو حرام. شوف خويا، تو نحنا وحدنا معناه ما فماش برأيناي ونعرفوا بعضنا برجو لي رانا منافقين، مش لازم نعملوا أبليكاسيون صراحة باش نقولوها لبعضنا. نعرف برشا وحقيقة برشا عباد عندهم سنين يبكيوا على هيبة الدولة واحترام القانون ووجوب وضع حد لتعطيل المؤسسات والحالة الفوضى المهيمنة على البلاد، ويحبوا اللي سكر كياس ولا مؤسسة نهبطولوا القوة العامة، واللي يوقف الفوسفات ولا يسكر فانا متاع بترول نهبطولوا الجيش. وتوا ما تسمع منهم كان كل المساندة للسيدة عبير موسي واعتصام اعتصام ثورة ثورة إلى الأمام. نتصور على خاطر الناس اللي مستنسة تعتصم وتسكر الكياسات وتوقف الإنتاج مطالبهم تافهة، تي ماركة تشغيل وما حكاية فارغة. هذه المرة سبوها، نايبة كيفها سبتها وسمعتها الكلام، ما فماش مجال للمقارنة. معناه أنا واحد من الناس ما نعرف كان زوز مذاهب في الحكاية هذه. فما مذهب اللي يسبك سبه سهل وفي متناول الجميع، لكنه يزيد يعقد المشكلة ويدخلنا تحت سقف قانون الغاب. وفما زاد مذهب اللي يسبك اشكي بيه. أما هذاك متاع ناس محترمة وتمن بالقانون وبرشا خباب الأخرى. أما أنا شنفهم منه؟ ماني جرد خوانجي ظالمي رجعي، مش مدخلني أنا في الحداثة والتصدي للخوانجية. الحداثة والبرجيبية وهذوكم يقولوا اللي كي واحد يسبك لازمك تعتصم وسط المؤسسة متاعك وتولي تبات وتصبح غادي، ونهار اللي فما اجتماع عام تقوم تتصدر في بلاصة البي دي جي حتى لين يجيك اعتذار رسمي من السيرفيس اللي يخدم فيه السيد اللي سبك. سي سا لو فغي بورجيبيزم يا خوانجية يا دواعش. تعلموا الحداثة والحركة الوطنية كيفاش يجيو بون وتنوفيق زاد هي راي أوفر تجي مع بعضها وتتمارس مع بعض تمارين الجمباز الفكرية، وفي حالة عصبية مستحسن تكون هستيرية. وبعد يبدأوا يسبوا في قطيع الخوانجية.